بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود ضعفه الشيخ الألباني وصححه الضياء في المختار. هنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى من تتركني، إلى بعيد يتجهمني، تجهم المقابلة بوجه مقطب، أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والشيخ الألباني ضعفه، لكنه له طريق مرسلة جيدة وله طريق أخرى رجالها ثقات مع انقطاع، فهذا الحديث قابل للتحسين. وفي طريق اخرى فيها انقطاع استرجالها ثقات، فله طرق يعني يتقوى بها. والحديث المروي في الاذكار اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد، وفي اخره اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات أن لا أشرق له صلاة الأرض، ده في فضل بن جبير مجمع على ضعفه. وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلمات الله التامة ومن شر السام، وبكلمات الله وبكلماته التامة، أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة. السامة كانت بالتجديد والله أعلم هو حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان. الشيء السام يعني واللامة، العين اللامة التي تلم بالإنسان. أعيده كلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة، فما يلوم بالإنسان العين اللامة التي تأتي أو ينظر بها صاحبها إنسان حقدا وحسدا، والله أعلم. يقول هذا ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الصحيح أسألك وحديث اللهم أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، يعني من غير أن يستحضر أنه يريد من هذا المال أو هذه الوظيفة أو هذا الأمر الإعانة على الآخرة. لو سأل ولدا صالحا لكي يستحضر ذلك أي أنه يريد أن يعبد الله، أن يبقى له ما يثاب به بعد موته من دعاء ابنه الصالح، فهذا مشروع. وأما لو سأله لمجرد الرغبة في الأبوة أو التكثر في الدنيا فهذا سؤال الدنيا الذي يشمله الحديث رغم ضعفه. يقول فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله تعالى، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. قال دكتور لنا وحدة الأديان والدين لله والوطن الجميع فلم أنكر عليها، لا أنا آثم بذلك. الله أنت ما خشيت من الإنكار؟ هتقتل، هتسجن، هيحرجوك، الإحراج ده مش عذر. قل له يعني إن الدين عند الله الإسلام، اقرأ عليه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال لك اسكت يا جدع، أنت اسكت بس، ده قلت الكلمة انصرف من المكان.
فقال لي احد الزملاء اخواننا النصارى، قلت اعداؤنا، قال لماذا التشدد؟ قل له الايه، اتلو عليه الايه، قل له وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مش معنى كلم ده ما تكلمش التاني الدكتور، عشان الدكتور راجل كبير سمحنا الله واياه. نسأل الله أن يكشف غم المسلمين وكربهم وهمومهم، وأن يفرج كروبهم في كل حال، ونعوذ بالله من حلقة النار.